بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى احتفال المملكه المغربيه بعيد العرش المجيد وعبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بدوام الصحه والسعاده ولشعب المملكه المغربيه الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمه، مشيدا سموه بالعلاقات الاخويه الوطيده التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافه. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية